السلام عليكم شباب تانية سنة، أخباركم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنحل شوية ريفرشمنت، متابع ما تخافوش البوست اللي موجود على فيسبوك، مستني شوية أسئلة تتجمع عشان نعمل لهم فيديو، فما تقلقوش متابعوا كويس قوي. الناس اللي بعت عارف إن عدى يوم أو اتنين، بس أنا مستني أسئلة تتجمع وأجاوب، وأدينا بنحل سوا وأدينا بنستفيد. طيب هنبدأ النهاردة بحل أسئلة شوية من الهوم ورك، وبعدين نبدأ فيديو تاني نجيب أسئلة المواصل الموجودة في الهومورك اللي انتوا فيه أسئلة من اللي وقفت معاكم، وبعدين هنبص في البوست هنلاقي نفسنا جاوبنا على معظم الأسئلة، ولو ما جاوبناش هنعمل فيديو ليها كمان. طب هنا بيقول لي ريلاتيف دينس بتاعت الوود 0.6، عايزين طبعا هو محلول قبل كده لأن الفيديو قطع، فهنعيد ده تاني وبعدين هنحل سوا. عايزين الدينس بتاعت الوود، طبعا احنا عندنا ريلاتيف دينستي بتساوي الدينس بتاع السبستنس على الدينس بتاعت الووتر، وعندي هنا حلين، لا اما حضراتكم اشتغل بالدينستي ب 1000 بتاعت الووتر، وده في حاله ان انا قررت اعوض بيونت كيلوجرام بير كيوبيك متر، او ب 1 لو عوضت ب 1 جرام بير كيوبيك سنتيمتر. فهقول الدينستي بتاعت الوود بتساوي الريلاتيف دينستي في الدينستي بتاعت الووتر، فبتساوي 0.6 مديها لنا اللي هي فوق اهي، و تايمز 1000 لان انا حبيت اعوض بكيلوجرام بير كيوبيك متر. ثم عايز الماس، يبقى دينستي في فوليوم، الدينستي جبناها الفوليوم الدهن نشتغل بيه. طيب بيقول هنا اذا كان البرايس بتاع 1 جرام من الجولد 200 باوندز، وات از ذا سايد لينث اوف ا كيوب، وده كيوب خلي بالك، اوف جولد اوف 1 مليون باوند، مليون جنيه، والدنس بتاع الجولد كذا. عايز انا اعرف فيه كام جرام الاول، اذا كان الجرام ب 200 جنيه يبقى مليون جنيه يجيبوا كام جرام، كروس ملتيبيكيشن يدينا 5000 جرام، تبقى الماس بالكيلوجرام 5. طب نجيب الفوليوم، ايوه ماس على دينستي ممتاز يدينا الرقم ده، حلو قوي. بعدين الفوليوم ده بتاع كيوب ال باور 3 ناخد الكيوبيك روت يدينا اللي هو 0.064. طيب نكمل، بيقول لي امتي كونتينر، يعني كونتينر فاضي الماس بتاعته 10، ده كده الماس بتاعته هو امتي، الفوليوم بتاعه 60 لترز. نخلي بالنا ان احنا ما بنشتغلش بالليتر، لا بنشتغل بكيوبيك سنتيمتر لا بنشتغل بكيوبيك متر، وعشان تحول من لتر الى كيوبيك متر بتضرب في 10 باور نيجاتيف 3، لان الكيوبيك متر الواحد فيه 1000 لتر والعكس صحيح لو من متر كيوب لليتر، يبقى الفوليوم يعتبر 60 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 متر كيوب. What is the mass when it's filled with gasoline؟ ده الـ relative density بتاعته. طب واضح ان انا اخترت طريق الكيوبيك متر، فلازم هختار طريق الدينستي انها تبقى بالكيلو جرام بالكيوبيك متر، فزي ما اشتغلنا ورا يبقى الدينستي بتاعت الجازولين نفسها هتساوي الـ relative density في الدينستي بتاعت الووتر اللي هي 1000، الـ relative density 0.72 فتبقى بتساوي 720 كيلو جرام بالكيوبيك متر بعد ما نضربها في 1000. طيب عايزين الماس، طب دلوقتي حضرتك الماس بيساوي دينستي في فوليوم، طب الدينستي وجبناها، طب الفوليوم هو فوليوم الكونتينر، ما هو الجازونيه يتحط في كونتينر يبقى ياخد نفس الفوليوم بتاعه، اللي احنا بقى كانت في مشكله ان احنا مش محولينه ولكن احنا محولينه جاهز، هيدينا كام؟ 43.2. فانت تفرح وتقول كده حليت المساله، يا بابا هو عايز منك المساله وهو مليان بالكونتينر، يعني الكونتينر مليان بالجازولين، يبقى مضطرين نضيف الماس بتاعه الكونتينر مع الجازولين، فبالتالي احنا الكونتينر كان 10 والجازولين جبناه 43.2 فتدينا الماس ب 53.2 كيلوغرام. هنا بيقول لي كونتينر الفوليوم بتاعه 0.5 لتر، contain a mixtures of two liquid، mixture of two liquids يعني عندي اتنين ليكويد، ادانا الريلاتيف دينستي بتاع الاول والريلاتيف دينستي بتاع التاني، والفوليوم بتاع الاول 0.2، عايز الريلاتيف دينستي اوف ميكسر. اولا دي مساله ميكسنج زي ما احنا شايفين واخدين بالنا. طيب مسائل الميكسنج بنحلها ازاي يا شباب؟ برافو عليكم، زي ما احنا قلنا واتكلمنا قبل كده ان مسائل الميكسنج دي بنقول ان ماس ميكس بتساوي ام 1 بلس ام 2، لان احنا بنعمل ميكسنج للماسس، يبقى دينستي للميكس في فوليوم للميكس بيساوي دينستي 1 في فوليوم 1 بلس دينستي 2 في فوليوم 2، دينستي للميكس هو عايزها، كلام جميل. هتيجي تقول لي لا ده هو عايز الريلاتيف دينستي، ماشي
فوليوم بتاع الميكس 0.5، دينستي بتاع الليكويد الاول والتاني. طب هو حضرتك مش انا قلت لك ان الدينستي بتاع السبستنس على جنب كده نقدر نشتغل عليها بطريقتين، لا اما اضرب في 1000 يا اما اضرب في 1. فانا هنا هضرب في 1 عشان عايزها مثلا بجرام بالكيوبيك متر، او اضرب في 1000، انت حر ما عندكش مفيش مشكله. تطلع 0.8 الاولى، وده الدينستي بتاع السبستنس الثانيه هنضربها في 1، فهتضرب 1.8 في 1 تطلع 1.8، فنحط ده 0.8. طيب تعالى بقى للفي 1 ب 0.2، تعالى بقى للدينستي بتاع الثاني 1.8 في الفوليوم الثاني، هتقول لي مش معانا. ماشي ركز بقى، ما حضرتك الميكسر كله بهاف، والليكويد الاولاني ب 0.2، يبقى الليكويد الثاني كام؟ 0.3، لانه ما جابش سيره ان في تغير في الفوليوم. كلام جميل، فتبقى الاجابه هنا زي ما انت شايف 1.6 و 1.8 في 0.3 تدينا 0.454، وده الرومكس وده 0.5. هنجمع الاثنين دول على بعض تدينا 2.14، ويبقى هاف رومكس. نجيب الرو بتاع الميكسر تمام، اشتغل بالشكل اللي انت شايفه ده. ايوه انا اسف، ده يطلع 0.16، انا اسف قريته غلط. ف 0.16 بلس 0.54 هيدينا 0.7، هنودي ده بالديفايد يبقى 0.7 اوفر 0.5 هيدينا 1.4. كلام جميل، 1.4 ده الدنس بتاع الميكس. كده كده احنا شغالين ان احنا الدنس بتاعت الووتر ب 1، فلو قسمناها على 1 ما فيهوش مشكله لانه عايز الريلاتيف دنسي. فهتقول لي رو سابستنس على رو ووتر، انت افترضت من الاول ان رو سابستنس جبناها ب 1.4 والرو ووتر انت اشتغلت انها ب 1 فيبقى 1.4. وصلت المساله؟ اظن كده الامور واضحه ومفيش اي مشكله معانا. طيب نكمل شويه حل. هنا بيقول لي بريشر ميجرد بايه؟ باسكال مش موجود، يبقى نكتب اف اوفر اي. طيب هو واضح ان الراجل ده مديني كيلوجرام وحاجات زي كده، يبقى قصده ان انا فكيت ده ام اي على ايه، يبقى كيلوجرام، وده متر بير سكند سكوير، وده متر سكوير. تنزل دي تحت يبقى كيلوجرام في متر على متر سكوير في سكند سكوير، فتطير دي مع دي يبقى كيلوجرام متر ماينس 1 سكند باور نيجاتيف 2، يبقى الاجابه بي. هنا بيقول لي مين في دول بيطلع اكبر بريشر؟ اكبر بريشر يعني اقل اريا، فواضح ان اقل اريا وهو واقف على رجل واحده، لكن هنا واقف على ايديه الاثنين وركبتين ورجليه، هنا فارق جسمه كله، دي اقل بريشر على فكره دي على اريا، وده واقف على رجلين الاثنين ده على رجل واحده، يبقى ده اقل اريا يبقى ده اكبر بريشر. طيب بيقول لي فورس اكتد ب 50 نيوتن على اريا ب 2 سنتيمتر سكوير such as the vector of force make angle 30 to the normal. هنا بقى مهم قوي، يبقى كان الفورس كده نازله في 15 وعامل 30 ايوه to normal، يعني ده النورمال بتاعنا اهو. عايزين بريشر فورس على اريا، لا لا مش فورس، ده هنا في انجل. طب ايوه هتاخد انهي واحده؟ احنا بناخد دي. طب ما هي دي قريبه من الثيتا، فالقريب من الثيتا بياخد كوزاين، فهنشتغل اف كوزاين ثيتا على ايه زي ما اشتغلنا قبل كده. فالاف 15 كوزاين ثيتا اللي هي كوزاين 30 على اريا، ما ينفعش نخليها بالسنتي لازم نحولها 10 باور نيجاتيف 4، فنشتغل 15 تايمز كوزاين 30 اوفر 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، تطلع الاجابه 64951.9 اللي هي لو احنا عملناها ايوه الله ينور عليك 64.895 في 10 باور 3.
طب ازاي؟ دوس على زرار اسمه اج. ايوه شفت انج اللي انا دوست عليه؟ رجعها لنا بالصوره اللي احنا عايزينها فتدينا الاجابه دي، ودي اجابه صحيحه. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ستيل كيوبويد، تمام؟ الستيل كيوبويد ده بيقول ايه بقى؟ عندنا دايمنشنز 20 و10 و5 والماس 5، اتحط على هوريزونتال بلين سيرفيس، عايزين الدنسي بتاع الكيوبويد. والله الدنسي بتساوي ماس على فوليوم، والماس 5 والفوليوم هيبقى 20 length times width times height times 10 times 5. واحنا عارفين كلنا ان الفرق بين الكيوب والكيوبويد ان الكيوب السايدز بتاعته ايكوال، فنقول ال باور 3. اما الكيوبويد السايدز مش ايكوال، فهنقول length times width times height، وما ننساش نضرب في 10 باور نيجاتيف 6. تمام، فهنشتغل نقسم 5 على الرقم ده كله، twenty times ten times five times ten power negative six، تطلع الإجابة 5000 كيلوغرام بير كيوبيك متر. كلام جميل. عايزين maximum pressure. أيوة هتقول لي force على area. ماشي، الفورس مش معانا، فهقول لك خلاص ام جي، ما الفورس ام جي على اري. طيب الام ب 5 والجي ب 10 الاريا، عايز ماكسيمم بريشر، والبريشر انفرس مع الاريا يبقى مينيمم اريا. طب مينيمم اريا بقى اخد اقل 2 دايمنشن، اقل 2 دايمنشن. ايوه برافو عليك، 5 و10 دول مينيمم اريا، يبقى 5 تايمز 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. طب لو قال لي عايز المينيمم بريشر، يبقى البريشر بيقول فورس على اريا، واخد اكبر اريا ام جي زي ما هي 5 في 10 على اكبر اريا اللي هي ايوه 20 و10، لان الكيوبويد يقدر يتحط على اي تو سايدز، ونضرب في 10 باور نيجاتيف 4. يعني هو ده الفرق بين الاثنين، اعتمادا على النظري ان اقل بريشر عند اكبر اريا واكبر بريشر عند اقل ايه اريا. برافو عليكم، لان الكيوبويد مثلا زي الموبايل ده كده يتحط كده او كده او كده بالاشكال اللي انت شايفها دي. كلام جميل. نيجي للسؤال ده، الكيوب سايد لينث بتاعته 10 وكيوبويد من نفس الماتيريال. اوبا، كلمه سيم ماتيريال دي معناها دايركت ان الدنسي بتاعت الكيوب بتساوي الدنسي بتاع الكيوبويد، لان الادام عند نفس التمبريتشر وهم سيم ماتيريال، يبقى الدنسي متساوي. دايمنشنز بتاع الكيوبويد هنا ادانا دايمنشنز الكيوبويد، برافو عليكم. ليه؟ لان السايدز مش ايكوال، ولكن ما ادانهاش في الكيوب لان السايد ايكوال، هو ادانا دايمنشن واحد. Show how can the cuboid be placed to produce same pressure. يعني من الاخر احنا ازاي نحط الكيوبويد، او ايه السايدز اللي احنا نحط عليها الكيوبويد بحيث ان هو يدينا ايه نفس البريشر. يعني ايه؟ يعني انا مش عارف الكيوبويد هيتحط على ايه، على اي اريا او على اي تو سايدز. تمام، حلو. يبقى احنا هنبدا من حيث انتهى هو، قال لي سيم بريشر، يبقى البريشر بتاع الكيوب المفترض انه يساوي البريشر بتاع الكيوبويد. يبقى نعمل ايه؟ فورس على اريا للكيوب المفترض هيساوي فورس على اريا ايوه للكيوبويد. طب ما الفورس مش معانا، يبقى ام في جي على اريا للكيوب يساوي ام في جي على اريا للكيوبويد. طب ما نطير الجي مع الجي، ماشي نكمل. طب ما نفك الماس دينستي في فوليوم على اريا للكيوب، دينستي في فوليوم على اريا للكيوبويد. والله وجهة نظر. طب ما هو سيم ماتيريال، يبقى انطير الرو مع الرو، والكيوب ال باور 3 فوليوم بتاعه يبقى 10 تايمز 10 تايمز 10 لان الدايمنشنز السايد بتاعته 10، والاريا 10 تايمز 10 ما فيهاش نقاش.
طيب والفوليوم بتاع الكيوبويد؟ ايوه 30 تايمز 20 تايمز 10. الاريا بتاع الكيوبويد بقى مش معانا لان انا مش عارف احطه على اني تو سايد، يبقى كان الاريا بتاع الكيوبويد مش معانا. كروس ملتيبليكيشن او قبل كروس ال 10 في 10 تريح مع ال 10 في 10، وال 10 دي تطير مع ال 10 دي، تطلع الاريا فوق تبقى السايدز 30 في 20. كلام جميل جدا كده. احنا خلصنا ايديز عن البريشر. استنوا مني فيديو خلال النهارده تاني على بقيه الحل بتاع الهومورك، بس احنا بنخلي الفيديوز قصيره عشان نقدر نرفعها بمنتهى البساطه. نكمل، ما ننساش ان احنا بعد ما نخلص الجزء ده هنرجع في الملزمه، بعد ما نخلص الجزء الجاي هنحل اسئله المعاصر دي في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله، وبعد كده هنشوف الاسئله اللي واقفه معاكم باذن الله تعالى.